الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. تنزه عن التمثيل والتشبيه والتعقيب سبحانه وتعالى. انزل الزبور والتوراة والقرآن والانجيل سبحانه وتعالى. حفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل. اخص بالسفارة سيدنا جبريل، واخص بنفخة البعث سيدنا اسرافيل، واخص بالمطر سيدنا ميكائيل، واصلح الكون كله بسيدنا الخليل. سل هابيل عن قابيل، وسل القاتل عن القتيل، وسل الذي ألقي في النار على أرض العراق فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وسل يوسف عن عالم الرؤيا والتأويل، وسل يعقوب بعدما ابيضت عيناه بعد حزن طويل، وسل ايوب اذ نادى ربه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وسل يحيى وزكريا عن ابن البتون، وسل البتون من الذي ناداها وقال لها وهزي اليك بجذع النخيل. اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو تاج على رأس الكون واكليل. بريق محمد يشفى العليل، بلمسة محمد يزداد القليل. محمد كل القلوب الى الحبيب تميل. اما الدليل لما بكاه وحن اليه جزع النخيل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة بعدد انعام الله، دائمة بدوام ملك الله. ما اتصلت العيون بالنظر، وما تزخرفت الارض بالمطر، وما حج حج واعتمر ولب وطاف وقبل الحجر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم، ما زال نور القرآن موصول وما زال العطاء موصول. نتابع الاستماع الى معجزة الهادي البشير، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله، لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتلو ويجدو بآيات الله البينات، سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق. وعلي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وكان تقيا وبرا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا ولم يمسسني بشر ولا مك بغيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا إن كنت تقيا. قال إنما رسول قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله
الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجيء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجيء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني فأجيء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وعليك رفقا جميعا فكلي واشربي وقري عيبا صلى الله عليه وسلم. فما ذا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا التي تساقط عليك رطبا جميلا فكلي واشربي وقري عيبا فنادى من تحتها ألا تحزني فنادى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
وعليك رطب الجنية أكلي واشربي وقري عيبا. وأهدي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا. وعليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيبا. فإما ترين من بشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا
إليه قالوا كيف نكلم من كان المهد صبيا قال إني عبد فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا وما كان حلم
قال إني عبد الله 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 ولم يجعلني جبارا شقيا السلام عليكم
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانك والسلام عليك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم والسلام عليه والسلام عليه
فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش اوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اسمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي، فانزله لها رطبا جنيا. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم ببهنا باي مركز الزقازيق. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثه، اداره مؤمن انيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق. الهندسه الكهربائيه الكبرى بادخل محطات البيزا، اداره الحاج جمال الجنيني المقيم بميتا ابو خالد، كبرى قصور الضيافة المتنقله ومخازن الفراشه الكبرى، الحاج السيد عبد الغني المقيم بميتا ابو خالد. اما الخدمه الفندقيه المتميزه، اداره الحاج متولي ابو سمره المقيم بميتا يعيش. تتقدم اسرة الراحل الكريم بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى الى هنا ليؤدي واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل الا يكون مكروها في عزيز لديكم، وانا لله وانا اليه راجعون.